جمعية نهضة زميلة المرأة بتعمل مع أكثر من 200,000 أسرة معيلة، بنشتغل في 18 منطقة، بنشتغل في أكثر من 5 محافظات بشكل مباشر وفي 12 محافظة أخرى بشكل غير مباشر. بقالنا أكثر من 28 سنة بنشتغل في المناطق العشوائية، بنشتغل مع المرأة المعيلة الأسرة اللي بتجري على عيالها، اشتغلنا معاهم في كل المجالات، لكن لازم نواجه الحقيقة يعني ونعرف إن الستات لغاية دلوقتي كتير منهم جدا لسه ما عندهمش ثقة في نفسهم، ثقتها في إنها تقدر تاخد قرار داخل منزلها وخارجها، لسه كتير منهم سواء رجالة بقى على فكرة ولا ستات متكيفين مع الوضع السيء واللي بيسوق أكتر في العشوائيات، لازم يبقى عندنا مشروع يفكر فيه إزاي نرجع للست ثقتها، لازم حاجة تديها مهارات، حاجة تديها معرفة بحقوقها وحقوق المجتمع عليها ويعرفها إزاي تعرف الآخرين بحقوق، فهو ده اللي إحنا محتاجينه في الفترة القادمة، المشروع ده يعني أنا بطالبكم بيه كقيادات في جمعية نهضة جمعية المرأة، مشروع يرد على هذه المشاكل. موضوع تنمية المرأة جايين لكم النهاردة عشان مهم جدا ان احنا نسمع منكم انتم مشاكلكم عشان نحاول نحل مشاكلكم دي من خلال برنامج الجمعية بتنفذه اسمه المرأة العربية تتكلم وتؤثر. طول الوقت بتخانق مع جوزي وعيالي حتى جيراني مش عارفة اتعامل معهم ازاي. انا على طول بحس ان انا اقل من اللي حواليا ومبعرفش اخد قرار في اي حاجة في حياتي. عيالي بيكبروا حواليا مش عارفه اتفاهم معاهم ولا احل مشاكلهم وخايفه عيالي يضيعوا مني. نفسي اعرف احافظ على صحتي وصحه اولادي وجوزي. ماشي في الشارع بحالي ماليش دعوه بحد وبخاف اتكلم مع الناس. عرفنا من خلال تواجدنا في المنطقه ان انتوا عندكم استعداد ان يكون ليكوا دور اكبر ومساهمه حقيقيه في المجتمع. فعلا الواحد نفسه في تغيير ونفسه ان المنطقه تتغير ونفسه تبقى منطقه غير كده، نفسه نربي عيالنا كويس وتعيش معيشه كويسه. انا ممكن اغير من نفسي بس مش هقدر اغير من اللي حواليا. نفسي افهم يعني ايه دستور، يعني ايه انتخابات، ايه الكلام الكبير اللي بيتقال في التلفزيون ده. احنا بالنسبه لنا المنطقه هنا احنا معدومين خالص، يعني ولا عندنا مرافق ولا عندنا فرن عيش ولا عندنا مدارس ولا عندنا اي حاجه خالص ومحدش سائل فينا. احنا نفسنا المسؤولين تحس بينا وتتواجد هنا في فلسطين. هو ده اللي احنا هنحاول نحققه مع بعض في مشروع تمكين المراه في العشوائيات في جمعيه نهوض وتنميه المراه. مهم قوي نعرف ان احنا عندنا فئتين مستهدفتين، فئه الست اللي ما عندهاش اي مهارات خالص وما عندهاش خبره ولا عندها حتى تجارب حياتيه تقدر تساعدها انها تحل مشاكلها او مشاكل مجتمعها، والفئه الثانيه الستات اللي عندها خبرات وعايزه تعمل تغيير في مجتمعها بس ما عندهاش بعض المهارات، فئه مستهدفه اللي هي ما عندهاش اي مهارات ودي اللي عاوزين المراه العربيه تتكلم يتعمل لها ويتعمل لها بشكل مختلف. احنا بنطبق برنامج المراه العربيه تتكلم من خلال 50 فصل مفتوحين دلوقتي، كل فصل بياخد 13 ورشه وبيتنفذ خلال 4 شهور. انا عندي مشاكل كتير بس مش عارفه ابدا في حلها منين ولا منين. في موضوعات ليها اولويات عايزين نتكلم فيها، يعني ايه ثقه في النفس وتيجي ازاي، ازاي نعرف ناخد قرار، يعني ايه اتخاذ قرار، ازاي اعمل مشاركه في الحياه العامه. فهنشوف ازاي هنعمل مشاركه اسريه مع بيتي ومع اولادي ومع جوزي وبعد كده نطلع نكون مؤهلين او نكون مستعدين ان احنا نطلع نعمل المشاركه الكبيره بقى في بيتنا الكبير اللي هو في المجتمع بتاعنا. اهم حاجه ان احنا طورنا برنامج المراه العربيه تتكلم وحدثنا المنهج بتاعه وصممنا منهج جديد قايم على تحديث الفكره بتاعه المراه العربيه تتكلم من خلال ان احنا بنخاطب الستات من خلال صوره سهله وبسيطه نقدر نوصل من خلالها الافكار بتاعه البرنامج. ازاي الموضوعات اللي احنا اخذناها والصور اللي احنا ناقشناها
ساعدتنا في حل مشاكلنا. اتفضلي يا مدام نهى. العنف اللي هم في يعني تفاهم بين الزوجين. طيب واحد اللي انتوا كتبتوها العنف النفسي ايه؟ المفروض طبعا يكون في تفاهم بين الزوج والزوجة هادية وأعصابها أهدى من كده. بدأت أفهم نفسي وأفهم الناس اللي حواليا وبدأت أرتب أفكاري وأعرف أحط حلول للمشاكل اللي حواليا. برنامج تنظيم المجتمع احنا مش هنقدر نطور المراه من غير تطوير الرجل، والست مش هتقدر تنهض بمجتمعها ولا تطوره لوحدها، لازم يكون الراجل يدورها. البرنامج بتاعنا بيقوم على اختيار القيادات الشعبيه او القيادات المجتمعيه، سواء قيادات طبيعيه ستات او رجاله. احنا موجودين النهارده علشان نتعلم ازاي نرصد المشكله بطريقه سليمه ونوجد لها حلول واقعيه ونشارك فيها المسؤول مش بس في رصدها وكمان في حلها. وكملنا في البرنامج لجان الشارع اللي من خلالها بنرصد المشكلات اللي موجوده جوه المنطقه، ومن خلال القيادات نفسهم بيعملوا انتخاب للمشكلات الاكثر احتياجا. مفيش ميه، ما بتطلعش من الدور الاولاني، طب والثاني والثالث والرابع؟ انا وبناتي ببقى مرعوبه وانا ماشيه في الشارع لان الدنيا بتبقى ضلمه ولا في لمبه منوره خالص. المشكله بتاع العيش في بلدنا هنا، الفلوس اللي موجوده بتصرف ضيق قليل. احنا جات لنا امراض كتير قوي بسبب تراكم الزباله بكميات كبيره جدا جدا في المنطقه. هيكون عندنا لجنة حي، والمشاكل اللي احنا ناقشناها مع بعض هي دي اللي انتوا هتناقشوها بنفسكم للمسؤولين. احنا النهارده من خلال الجمعية عرفنا اللي احنا ممكن نقدر نشارك في حل المشاكل بتاعت المنطقة بتاعتنا، ودوت اللي جايين نتكلم مع حضراتكم فيه النهارده. بعدين ماشي. لا خسران. الناس اللي هم قيادة خش الفرن الحالي في حتة بقى يقول لك ما ينفعش البيت. أنا جاية ممثلة عن الحي عشان نسمع مشاكلكم وأي طلبات ليكوا ونحاول نوصل لحلول ليها. وبالتوازي مع عملنا في الشارع مع الستات والرجاله في المناطق العشوائيه، دور الاعلام مهم جدا، واحنا ده من اساسيات الجمعيه ان احنا بنشتغل لتوصيل صوت المراه لصانع القرار عن طريق مثلا الموائد المستديره. متخصصين وقيادات عاليه جدا موجودين على المنصه. النهارده بيتكلم في قضيه انا بعتبرها قضيه مهمه جدا، عاوزين مناقشه بناءه. مفيش حد كان بيدافع عننا. الماده 51 من الدستور حسمت الامر. احنا بنتكلم على ناس بتخدم البلد. مين قال ان انا لازم ابقى غني عشان اعمل جمعيه؟ الدوله تدعم الجمعيات. اننا نسمع الراي والراي الاخر. اهم حاجه ان احنا بنخرج بعدد من التوصيات من المواد المستديره وبنبعتها لصناع القرار عشان يحطوها على اجنده الدوله. في نهاية المشروع احنا قدرنا نوصل في برنامج المرأة العربية تتكلم لألف سيدة مستفيدة قدروا يأثروا في حياة 4000 شخص من أسرهم والمحيطين بيهم. كمان من خلال برنامج تنظيم المجتمع قدرنا نوصل 300 قائد وقائدة طبيعية متقسمين على مناطق عملنا الثلاثة مصر القديمة ومنشية ناصر وحلوان، قدروا يكونوا سفراء لمناطقهم ويمثلوها بشكل كويس ومشرف قصاد المسؤولين. بعد ما رحت الفصل تعلمت منه ان انا احافظ على حياتي واحول حياه اولادي، حتى صحتي وصحه جوزي واولادي بقت افضل. قدرت اصاحب ولادي واوجههم واكسب ثقتهم وقريبه مني.
قدرت ابقى واثقه في نفسي جدا، اصبح بيتي هادي، قدرت اتوصل مع جوزي لحلول لاي مشكله تقابلنا في حياتنا. دلوقتي بقيت اقدر اخد القرار بنفسي واحل مشاكل بيتي، وجيراني ابتدوا ياخدوا رايي في حل مشاكلهم لما عرفوا ان انا حليت مشكله بيتي. بدا في شجر الحمد لله، والشارع برضه نضف شويه، بس لسه احنا ناقصنا حاجات كتير. أنا بقى ليا دور في اللي بيحصل حواليا، علمت عيلتي وجيراني كل الجمعية بتعلمونا، وإن شاء الله مكملين. بمشاركتي في الجمعية قدرت أشارك في الانتخابات وفي الاستفتاء. قدرت أغير الناس اللي حواليا وأخليهم يشاركوا معايا في حل المشكلة، وخليتهم يجادلوا إن هم يحلوا مشكلتهم وينهضوا في المنطقة بتاعتهم. سعيده جدا بالانجاز اللي وصلنا له، وقدرنا نوصل للمستهدف بتاع المشروع. يمكن اكتر احنا لازم نكمل، اولا عشان مصداقيتنا واستدامه المشروع، والاهم كمان عشان الستات نفسهم يقدروا يكملوا المشروع اللي بعده معانا. يعني دي البدايه مش النهايه. الدروس اللي انا اخذتها في الجمعيه فرقت معايا كتير، نفسي انت كمان تجربيها، ولازم يكون عندك امل.